السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هو لافونتاج ديال لي زيكسكافاسيون كونسوليدي. ملي كنقولوا لي زيكسكافاسيون كونسوليدي يعني فاش كيكون عندنا باتيمون بحال هذا كنديروا لي اكسكافاسيون وحده للسوميلاس ديال يعني لي فونداسيون. كاين لي زيكسكافاسيون سيباري هما كتلقى كل سوميله عندها اكسكافاسيون ديالها. بحال هنا مثلا كنجي كنحفر وحده ونحفر وحده هنا وحده هنا وحده هنا تيكون عندي الارض فيها بزاف ديال الحفاري. دونك لافونتاج ديال انني ندير اكسكافاسيون وحده هو اول حاجه الفال بروتكشن اللي شفتوا هنايا الكارد كور هادشي كامل كندير مره واحده ما كنبقاش ندير كل اكسكافاسيون كندير عليها كارد كور ديالها. كندير يعني البارير ديال الاكسكافاسيون كتكون وحده. لا دوزيام شوز هو لي زاكسي. ملي كيكون عندي اكسكافاسيون كونسوليدي كندير ان سول اكسي اللي هو هذا كندير اون رومب كيهبطوا منها لي زونجا وكيهبطوا منها الناس. دونك كتكون كونترولي. باغ كونتر الا كانوا عندي دي زيكسكافاسيون كل سميله عندها حفره ديالها راه خاصني كل سميله ندير لها كارد كور ديالها وندير لها السلوم. كل سميله كارد كور سلوم. وديجا لا ديستونس هنايا راه ما كايناش ما بين السميلات. الا لاحظتوا راه كاينه مترو تقريبا. دونك الا زدنا الكارد كور اللي خاصو يكون بعيد عليها دونك امبوسيبل باش ندير هاد ليكزيرسيس هذا. يعني في الاخر غادي خصني نخلي هادشي سون بروتيكسيون وخاصني كل وحده ندير فيها لاكسي ديالها. حاجه اخرى هو اون كا دورجونس هاد السميلات اللي تيكونوا محفورين كل وحده بوحدها الا وقعت شي حاجه في هاد لا زون هادي دونك ليكيب ديال السوفتاج غيولي عندها مشكل في ليفاكياسيون ديال شي واحد مثلا كان طايح غادي يولي معرض للريسك ديال انه يقدر يطيح في شي وحده في هذوك الحفاري ولا شي اوبستاكل من هذوك لي بارير اللي غادي يكونوا دايرين على السميلات. باغ كونتر هنايا تيكونوا لي زاكسي ليبر يعني ما كيكونش عندي هذاك المشكل. الحاجه الاخرى هو الا كانت ايفاكياسيون مثلا كان شي عافيه ولا شي فويت ديال الغاز دونك لي فوا ديال لي زيسيو دو سوكور تيكونوا ليبر. حيت الا كانوا عندي الحفاري عاوتاني هنايا الناس غادي يبداو يهربوا ما بين الحفاري ويقدروا يطيحوا ليا في الحفاري. وحاجه اخرى هو الا كانت مثلا الشتا وبغينا نديروا الدريناج ديال هذوك لي زيكسكافاسيون فغادي يكون صعيب باش انني ندير الدريناج ديال كل حفره بوحدها. حيت خاصني نحط البومبه هنايا حتى تخوي ونعاود نهزها ونحطها هنا حتى تخوي ونعاود نهزها هنا ونحطها حتى تخوي. دونك لا سوليسيون هو انني كنشوف لو بوين با لو بوين لو بلو با ديال يعني البلاصه اللي حاضره في هذه الاكسكافاسيون كندير فيها ان بويزار مثلا بحال هيه هذاك هو لو بوين با عندي. دونك هنايا نقدر ندير واحد البويزار يعني حفره صغيره في العبار ديال البومبا ونخلي البومبا تما اون بلان طون ونغطيها. دونك الا طاحت الشتا وعمرت ليا الاكسكافاسيون بالما غادي نديماري البومبا وغادي دار الدريناج ديال لا زون كامله الماء كامل غادي يمشي لذاك لو بوين با وغادي نيفاكيوه زعما بحركه وحده. وحاجه اخرى هو لا ماجوريتي ديال الناس كيكونوا خدامين في وسط ليكسكافاسيون يعني ما تيكونش عندي هاد لي ريسك ديال لي فوندرومون ديال لي باغوا. باغ كونتر هنايا كيكونوا الناس مزيرين في واحد لا زون صغيره يعني الا كانت الارض ما صحيحاش ممكن طيح عليهم شي حاجه من 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 الجناب ديال ليكسكافاسيون. دونك واخر حاجه هو في لو مومون مثلا ديال الكولاج ديال البيتون الا بغينا نديروا الكولاج ديال هاد السميلات هادو فراه ممكن نبدا من اخر بوين عندي بعيد على لاكسي وغادي نبدا نكولي فيه نكولي وانا غادي وكنبعد. دونك ممكن ندخل دي زونجان لهنايا اللي نوصل بهم البيتون. باغ كونتخ الا كانوا عندي السميلات كل وحده دونك خاصني نجيب كروه ولا نجيب بومبا اللي غتوصل ليا البيتون لابعد بلاصه.